اهلا بحضراتكم جديد. شفنا كرة اليد وشفنا ما حققته كل الالعاب هذا الموسم، لكن على ذكر الاحتفاء بقى والتكريم، بكره ان شاء الله تعالى الاهلي في 8 مساء باستاد مختار التتش بيحتفل بتدشين النجمة العاشرة على شعاره. ودي احتفالية يا جماعة ليها طبيعة خاصة جدا. طبعا في الظروف الطبيعية الأهلي كان يتمنى أن كل جمهوره يبقى معاه، ولو فتحنا كل الاستادات ما شاء الله، بس كنا نتمنى أنه كل الجمهور يكون عنده فرصة للحضور. لكن لازم ناخد بالنا الاحتفالية بهذه الطبيعة الخاصة جاية في توقيت انه مبدئيا ظروف كورونا وظروف التباعد والاجراءات الاحترازيه ومنع الانزحام والتكدس، فدي ظروف خاصه جدا. مدرج التتش القديم بيتهد، فالمنطقه نفسها فيها اعمال اعاده بناء وانشاءات، فبالتالي مفيش فرصه ومفيش مكان يقدر يستوعب حتى عدد كافي من الساده الاعضاء. فالحفله قاصره على حضور الساده اعضاء مجالس اداره النادي، سواء المجلس السابق المجلس الحالي او المجالس السابقه، الساده الرعاه شركاء النادي، لانه دول كمان شركاء النادي في كل مسيرته على مدار الدوره كامله، بالاضافه الى اللاعبين ونجوم كره القدم من ابناء النادي اللي المفروض يكونوا موجودين مع اسره الكره في تدشين النجمه العاشره في هذه المناسبه اللي قلت لكم ليها طبيعه خاصه، جايه في توقيت، جايه في ظروف، جايه في منطقه فيها انشاءات. فنتمنى ان شاء الله تعالى انه الظروف تسمح في المرات اللي جايه انه الاهلي يحتفي ويحتفل باكبر عدد من اعضائه وجماهيره كمان. لكن هو الاهلي بيحتفل دلوقتي ليه؟ ليه؟ زميلنا العزيز الاستاذ محمد شبانه النهارده في الراديو قال تفسير تاني خالص. نشوفه. سين سؤال، لماذا يحتفل الاهلي ببطولة افريقيا الان؟ ده سؤال يعني فبفاجئك بيه، يعني اللي هو انت ممكن مش واخد بالك، يعني جيم حتى يخطف الاضواء من انتصار الزمالك بالدوري. طب سين، وهل هذه مصادفة ولا كان مدروس؟ جيم طبعا مدروس، يعني مش محتاجة، طالما الاهلي تعرف انه مدروس على طول. طب سين دليلك ايه؟ جيم انه الكلام ده اتقال في الملعب بتاع الجونه في اخر ماتش في الدوري، يعني لو الاهلي كان بيجهز لحفله او بعد انتصار افريقيا عايز يعمل حفله كبيره كان قال تاني يوم الكاس مثلا او يوم الكاس، مش كده برضو؟ يوم ما كسبوا 3 كايزر تشيفز كان ممكن الاهلي يقول او تاني يوم يقول او تالت يوم يقول او خامس يوم يقول او رابع يوم يقول في زهوه فرحه افريقيا نحن سنجهز لحفل ضخم وكبير وبلا بلا بلا مثلا، يعني اكيد الاهلي ما صحيش من النوم فجاه افتكر ان كان كسبان بطوله افريقيا. بس هي الفكره كيف تسحب البساط من الاخر حتى لو الاخر تفوق عليك في بطوله. هو الاهلي متفوق طول الوقت، ولان الاهلي متعود على البطولات وعلى التفوق فما بيعملش من الحبه قبه، يعني يكسب البطوله خلاص يخش في الموضوع وينسى، يعني يا دوب بالليل يتكلموا شويه تاني يوم تبص تلاقيه دخل في الماتش التاني او دخل في الموضوع التاني او معسكر والموضوع ايه بيمشي كده. انما الزمالك لما كسب الدوري لانها بعد غياب وبعد شوقه زي ما بيقولوا فتعمت مش من الحبه قبه بقى، ده من الحبه قبب. ف الاهلي لانه ما عندوش حل غير انه يسحب البساط ازاي؟ يعمل حفله كبيره وده بقى سر حفله بكره اللي هتتعمل في استاد مختار التتش بالليل. الاهلي عامل حفله خاصه بالاحتفال ببطوله افريقيا وعازم فيها ناس بقى اهلاويه وناس يعني محبين للنادي ورجال اعمال ورجال ميديا ورجال فن ونجوم كوره، وكل الكلام ده هيبقى بكره في استاد مختار التتش. وكانه ليس من حق الاهلي ان يحتفل ببطولاته. يعني كان يحتفل بيه اثناء الموسم يعني، وان احنا مش لاقيين وقت نتمرن ومش لاقيين وقت نلعب ماتشاتنا وعمالين ناجل وعمالين نضغط وعمالين نعمل، نحتفل في هذه الظروف؟ طبيعي هنحتفل بعد الموسم يعني، وطبيعي ان في اخر مباراه الكابتن يعلن قصرنا معاكم رغم انفنا ولكن هنعمل لكم احتفاليه كبيره. انتوا الالقاب اللي عملتوها دي لم يسمح لنا بالاحتفال، ولم يكن من المناسب ولا اللائق انك تحتفل اثناء الموسم. طيب وكانك اكتفيت
فالمسألة مسألة تصدير إن أنا بعملها برضو عشان إيه؟ وأنا محتاج إن أنا أقول إن أنا عندي خمس بطولات وهعمل احتفال. يا أستاذ محمد وهو رجل يعني أنا بيعجبني يقول لك إيه، ما أنتوا بطولاتكم كتير وعشان كده ما بتحتفلوش، وزمالك